بدر العتيبي. شكرا مبروك. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر منافسات وتحديات هذا الميدان، ميدان التحدي ضمن انطلاقاتنا في هذا السباق المحلي الثالث وفي اخر ايام نشهد هذه الشعارات، شعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة، تنطلق على ارضية ميدان الشحانية وشوطنا الحادي عشر من مجمل اشواط هذا المساء. ينطلق الخاص للحيل من مسافة 6 كيلومترات، نبدأ مباشرة الى الصدارة الى زبارة او زيارة، نعم هذه زيارة على اول المراكز لهجن الشحانية بمتابعة المضمر الكبير العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي على اول المراكز. المركز الثاني ابعاد لهجن الشحانية بمتابعة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على ثاني المراكز. المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات من تتقدم وتنطلق رياض لهجنة الشحانية بمتابعة قائد الجزر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي على مستوى ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع المنطلقات في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، يتابع الطيارة لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الخامس، هذه الهام لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري على مستوى المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى لندانا الاول عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لكم احداث وتداعيات هذا السباق المحلي الثالث وفي اخر ايامه نشهد هذه الاسماء الكبيرة وحضور ايضا كبير من الأسماء الكبيرة في هذا التحدي الكبير. عودة مشاهدين الأعزاء إلى إلهام على الصدارة، غيرت في هذه اللحظات وانتقلت مباشرة إلى أول المراكز لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري على أول المراكز. المركز الثاني، المركز الثاني هذه مشاهدين الكرام زيارة لهجنة الشحانية بمتابعة قائد الجزر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع زيارة على ثاني المراكز. المركز الثالث تحمل الرقم 3 الزبارة لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية على ثالث المراكز. بينما النقلة على المركز الرابع، ابعاد كنتم ولا قريبين لمراد الوصول الى خط النهاية، هذه ابعاد صاحبة الانجازات الكبيرة لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل، شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، من ينطلق في رابع المراكز. بينما ناخذ المركز الخامس في ختام ندانا الثاني مشاهدينا الكرام، هذه ريام من تغني على خامس المراكز وتنطلق مشاهدي الاعزاء لهجنة الشحانية بمتابعة العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي قائد الجزر، هنا يتواجد بهذه الاسماء الكبيرة. ولكن مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تنتصف المسافة 3 كيلومترات قطعناها مشاهدينا الكرام، يتبقى 3 كيلومترات اخرى عن هذا التحدي الكبير. العودة الى الصدارة، الى الهام على الصدارة، الهام على المركز الاول، الهام لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من ينطلق في اول المراكز ويقدم لنا الهام على الصدارة. بينما المركز الثاني، هذه مشاهدينا الكرام الزبارة لهجنة الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم لنا هذا الاسم الكبير الزبارة على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث زيارة لهجنة الشحانية وتواجد المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على ثلاث المراكز. ورابع التحديات ناخذ المركز الرابع، ابعاد لهجنة الشحانية مع المضمر الشبل، شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، ينطلق مع ابعاد على رابع المراكز. المركز الخامس في ختام ندانا الثالث، الريام لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على خامس
خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. العودة مشاهدينا الكرام إلى الهام. الهام على الصدارة، الهام لا زالت مسيطرة وقائدة لهذه المسيرة الكبيرة لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري مضمر الدأودية والأسماء الكبيرة. يتقدم هذا الشعار الكبير مع انطلاقة الهام على الصدارة. المركز الثاني تتقدم الزبارة لهجنة الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية تواجد مع انطلاقة الزبارة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أتابع زيارة على ثالث المراكز. لا زالت زيارة تحتل المركز الثالث لهجنة الشحانية مع المضمر قائد الجزر سلطاب محمد الوهيبي، يقدم لنا انطلاقة زيارة على ثالث المراكز. المركز الرابع، أول نداء مشاهدينا الكرام للأسماء الكبيرة. هنا مشاهدي الأعزاء تصل في هذه اللحظات شهبار لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن الطيارة مشاهدينا الكرام، أو هنا نعم هذه الطيارة، طارت الطيارة هنا مشاهدي الأعزاء مع لوحة 1500 متر يا مضمرين. هذه الطيارة على رابع المراكز لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي. ومن الجانب الآخر تتقدم مشاهدي الأعزاء وتتقدم وتتواجد هذه أبعاد لهجن الشحانية مع المضمر الشبل شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام الأسماء القوية في هذا الدخول. أتابع اللوحة 1200 يا مضمرين يا عمالقة، ما يتبقى عن خط النهاية. نتابع الهام على الصدارة، الهام لا زالت مسيطرة، لا زالت قائدة لهذا المجموعة الكبيرة. هنا الهام على الصدارة لهجنة الشحانية، ولكن القادمة في هذه اللحظة، الله يا شهبار غيرت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. يقدم لنا شهبار ويقدم ايضا لنا الهام على المركز الاول والثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الطيارة لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي على ثلاث المراكز. ولكن شهبار غيرت مجريات هذا الانطلاق مع افتتاح ايضا لوحة 600 متر الاخيرة مع الامتار الاخيرة. هذه مشاهدي الاعزاء شهبار على الصدارة، شهبار تنطلق بتوجيهات الذهبي سالم بن فاران المري على اول المراكز. يقدم لنا شهبار على المركز الاول شعار هجنة الشحانية، ولكن الله القادمة. الدوحة وصلت لأول ندى لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني ملحان بن راشد بن حبيبة المري بالمتابعة والتضمير على ثاني المراكز مع الدوحة. ولكن شهبار مشاهدي الأعزاء تحسم الأمور مع الأمتار الأخيرة بشعار هجنة الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة على هذا الفوز الكبير مع انطلاقة شهبار لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس. المركز الثاني الدوحة لسعادة الشيخ فهد لسعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة. المركز الثالث جاءت فيه الهام لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت فيه مشاهدينا الكرام الزبارة لهجن الشحانية. المركز الخامس كان الوصول مشاهدي الأعزاء الطيارة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز شهبار بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا شهبار في هذا الشوط. والتوقيت الزمني 9:42 و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت فيه الدوحة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني بقيادة المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة المري. والتوقيت الزمني 9:42 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول مشاهدي الأعزاء من الهام
لهجن الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري قدم لها محتله المركز الثالث والتوقيت الزمني 9:45 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.